السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تالتة ثانوي أهلا بيكم. معكم محمد البابلي. إن شاء الله مع بعض هنشرح مادة الاقتصاد. طبعا الاقتصاد إجباري على الشعبة العلمية والشعبة الأدبية. اقتصاد مادة سهلة وبسيطة إن شاء الله مع بعض هنشوفها. هي عبارة عن 6 فصول. الفصل الأول بنتكلم فيه عن الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية، بنعرف إيه هو علم الاقتصاد وبنعرف إيه هي المشكلة الاقتصادية، ونبدأ نشوف ايه هي اهمية المعلومات للنظام الاقتصادي. بنعرف الحاجات وبنعرف الموارد وبنشوف ايه هي مفهومها وازاي اقدر ان انا اشبع الاحتياجات الكتيرة اللي موجودة عندي. كمان في الفصل الثاني بنتكلم عن حاجة اسمها عناصر الانتاج، اللي هي العمل والطبيعة ورأس المال. كمان في الفصل الثالث بنتكلم عن كلمة الدخل القومي، وبعرف يعني ايه الدخل القومي وازاي ان احنا بنقدر نحسبه. الفصل الرابع بيتكلم عن المالية العامة ودور الدولة. وفي الفصل الخامس بنتكلم عن النقود والبنوك وازاي النقود دي ظهرت والبنوك دي ايه هي انواعها وايه هي وظيفتها. في الفصل السادس والاخير بنتكلم عن العلاقات الاقتصادية الدولية. طيب بإذن الله احنا مع بعض هنشرح اول 3 فصول النهاردة في الفيديو ده، اللي هو الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث. عايزين نبقى مركزين مع بعض ونبقى فاهمين الكلام. طبعا المادة هي مادة أدبية، يعني الأسئلة فيها بتبقى اختيار من متعدد، وعندي كمان الأسئلة بتاعت صح وغلط، والأسئلة بتاعت بما تفسر، والأسئلة بتاعت دلل أو ما تقييمك لمصداقية العبارة اللي هي زي صح وغلط. فالأسئلة لازم تتفهم الأول، يعني أنا لازم أفهم المادة عشان أعرف أجاوب إن شاء الله. المادة سهلة وبسيطة، ومع بعض إن شاء الله هنشوف كل حاجة خاصة بيها وهنبسط كل المعلومات إن شاء الله. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. أول حاجة معنا طبعا ديات المحاضرة الأولى اللي هي 3 فصول الأولانيين، بنتكلم فيهم عن الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية. في ده في الفصل الأول، الفصل الأول بيتكلم عن الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية. فبداية كده أنا عايز أعرف إيه هي المشكلة الاقتصادية، ما هي المشكلة الاقتصادية؟ قال لي بتتلخص المشكلة الاقتصادية في وجود حاجات غير مشبعة بكميات كبيرة وندرة الموارد التي لها القدرة على إشباع هذه الحاجات. يعني أنا بقول إن المشكلة الاقتصادية دي بتتلخص في إيه؟ إن أنا عندي احتياجات كتير، عندي حاجات غير مشبعة، الحاجات دي بكميات كبيرة. طيب الحاجات الغير مشبعة إزاي أقدر أشبعها؟ قال لي بالموارد. طب الموارد دي متاحة؟ قال لي لا، ندرة الموارد التي لها القدرة على إشباع هذه الحاجات. فأدي كده تعريف المشكلة الاقتصادية. طيب أشهر سؤال بيجي على النقطة دي يقول لي المشكلة الاقتصادية تكلفة الفرصة الضائعة. يعني إيه المشكلة الاقتصادية تكلفة الفرصة الضائعة؟ قال لي يعني اختيار استخدام مورد ما في تحقيق هدف معين بالوسائل المتاحة والتضحية بالأهداف الأخرى التي قد يحققها نفس المورد. يعني بمعنى أصح كده أنا عندي مورد أقدر أحقق بيه أكتر من هدف، بس أنا هختار هدف واحد أحققه بيه وأضحي بباقي الأهداف. أشهر مثال عليها المثال بتاع كوباية المية. لما يبقى عندي كوباية مية، هي كوباية مية واحدة بس. طيب كوباية المية دي أنا عندي اختيارات كتير، هو المورد هوت بس عندي أكتر من هدف. هختار يا إما أشرب كوباية المية، يا إما هعمل بيها عصير، يا إما أسقي بيها الزرع، يا إما أغسل بيها وشي. عندي كذا هدف هوت لكوباية المية. طيب تكلفة الفرصة الضيعة إزاي؟ إن أنا هختار هدف واحد أحققه بكوباية المية وأضحي بباقي الأهداف. يعني لو اخترت إن أنا أشرب كوباية المية يبقى ضحيت إن أنا أعمل عصير وأسقي الزرع وأغسل وشي، ضحيت بباقي الأهداف. فأدي كده اسمها المشكلة الاقتصادية، هي تكلفة الفرصة الضائعة. فده لما يجي لي سؤال واللي بما تفسر المشكلة الاقتصادية تكلفة الفرصة الضائعة، بنقول له هو اختيار استخدام مورد ما في تحقيق هدف معين بالوسائل المتاحة والتضحية بالأهداف الأخرى التي قد يحققها نفس المورد. طيب لما نيجي نعرف علم الاقتصاد، علم الاقتصاد هو علم اجتماعي. علم اجتماعي، عشان ممكن يجي لي يقول لي علم اقتصادي او علم سياسي، لا، علم الاقتصاد علم اجتماعي بيدرس المشكلة الاقتصادية. طب المشكلة الاقتصادية احنا كنا قلنا قبل كده ان هي المتمثلة في الندرة النسبية للموارد وكيفية استغلال هذه الموارد على افضل نحو مستطاع للوصول الى اقصى اشباع ممكن لتلك الحاجات. فانا عندي علم الاقتصاد ده ظهر عشان يدرس المشكلة الاقتصادية. معنى كده ان علم الاقتصاد ده
جاء احدث من المشكله. يعني المشكله الاقتصاديه هي اقدم من علم الاقتصاد، ظهر علم الاقتصاد عشان يعالج المشكله الاقتصاديه، فقال لك علم اجتماعي بيدرس المشكله الاقتصاديه اللي هي متمثله في الندره النسبيه للموارد، وازاي نقدر استغل الموارد دي على افضل نحو مستطاع عشان اوصل لاقصى اشباع ممكن للاحتياجات الكتيره اللي موجوده عندي. هنلاقي الفصل ده كله بيدور حوالين 3 كلمات: اشباع وحاجات وموارد. اشوف ايه هي انواع الاشباع، ايه هي الحاجات وايه هي انواعها، والموارد هصنفها وازاي الموارد دي بتقدر ان هي تشبع الحاجات. طيب لما يجي سؤال يقول لي بما تفسر اهمية دراسة علم الاقتصاد؟ أهمية دراسة علم الاقتصاد، قال لي المشكلة الاقتصادية أصبحت تتصدر اهتمامات الرأي العام. أنا بدرس المشكلة أو بدرس علم الاقتصاد ليه؟ عشان هو بيدرس المشكلة الاقتصادية، والمشكلة الاقتصادية ديت أصبحت تتصدر اهتمامات الرأي العام، بقت كل الناس مهتمية بيها، اللي هي الحاجات اللي مش متاحة والطلب عليها زايد. كمان علم الاقتصاد ضرورة لكل مواطن ليتابع الأحداث والتطورات، وبيبحث الاقتصاد بشكل منظم عن حلول للمشكلة الاقتصادية. علم الاقتصاد بيدرس عن حلول للمشكلة الاقتصادية. كلنا طبعا عندنا مشاكل اقتصادية، طول ما يكون عندك حاجة وما عندكش الوسائل اللي بتشبع بيها الحاجة بتاعتك يبقى انت عندك مشكلة اقتصادية. فعلم الاقتصاد بيبحث بشكل منظم عن حلول للمشكلة الاقتصادية. طيب الحاجات، عمالين نقول الحاجات الحاجات، طب ايه هي الحاجات؟ الحاجات تعرفها هو شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه للقيام بأعمال تساعده في التخلص من هذا الشعور. يعني أنا بقول لك الحاجات ديت هي شعور بالحرمان، بتشعر بحرمان من حاجة. الشعور بالحرمان ده هيفضل يلح عليك، هتفضل حاجة جواك كده تقول لك قوم اعمل حاجة، قوم اعمل حاجة. فده بيدفعك للقيام بأعمال عشان تساعدك في التخلص من هذا الشعور. فأدي كده تعريف الحاجات. يعني مثلا أنت لو جعان فعندك حرمان من الأكل، فالحرمان من الاكل هتلاقي بطنك عماله بتتقطع، جعان جدا عايز تاكل. طب تعمل ايه؟ بتقوم رايح المطبخ تطلع الاكل مثلا من التلاجة وتسخنه وتبدأ تاكل. فانت تطلع الاكل من التلاجة والتسخين ده هي الاعمال اللي انت عملتها عشان تساعدك في التخلص من الشعور بالحرمان اللي انت شعرت بيه. نفس الكلام لو عطشان هتضطر ان انت تقوم تفتح التلاجة تطلع ازازة المية تشرب. ده بالنسبة لاي حاجة، طول ما انت عندك حرمان من حاجة هتفضل في احساس جواك بيدفعك ان انت تقوم ببعض الاعمال عشان تتخلص من هذا الشعور. وده تعريف الحاجات. طيب الحاجات هل هي نوع واحد؟ الحاجات انواع، يعني انواع الحاجات 2. الحاجات ممكن تكون اولية وممكن تكون ثانوية. الحاجات الاولية ديت هي ضرورية لبقاء الانسان على قيد الحياة، وزي المأكل والملبس والمسكن. يعني لما اجي اقول لك الحاجة دي اولية، يعني هي بالنسبة لي اول حاجة انا محتاجها، يعني من غيرها ما اقدرش اعيش. الحاجات ضرورية لبقاء الانسان على قيد الحياة زي المأكل والملبس والمسكن. حد يقدر يعيش من غير ما ياكل، من غير ما يلبس، من غير ما يسكن في بيت؟ طبعا مستحيل. فده نوع من الحاجات الاولية. طيب الحاجات الثانوية، الحاجات الثانوية ديت جاية من كلمة تانية، يعني ممكن اقدر استغنى عنها. حاجات نفسية واجتماعية وبتكون مرتبطة بالوسط الحضاري، ممكن تكون فردية او جماعية زي التعليم وزي الصحة وزي الامن. يعني مثلا لما يجي عندي سؤال ويجي يقول لي الحاجات زي مثلا المأكل والملبس، المأكل والملبس حاجات ايه؟ هتقول لي حاجات اولية. التعليم والصحة والامن دي حاجات ايه؟ هتقول لي حاجات ثانوية. طيب ايه الحاجات الضرورية لبقاء الانسان على قيد الحياة؟ تقولي المأكل او الملبس او المسكن. طب الحاجات الثانوية، التعليم والصحة والامن. طيب حاجات ثانوية، هندي مثال بسيط مثلا حاجات نفسية واجتماعية. يعني انا شايف المجتمع كله ماشي، كل الناس معاها موبايلات، فطبيعي ان الناس كلها معاها موبايلات، فانا كمان يبقى معايا موبايل، يعني مش جاتش عليا انا. فدي حاجات اجتماعية، هل انا من غير الموبايل ده هموت او هيحصل لي حاجة؟ لا طبعا. فانا عندي الحاجات الثانوية مش ضرورية لبقاء الانسان على قيد الحياة، لكنها نفسية واجتماعية وبتكون مرتبطة بالوسط الحضاري، وده طبعا انواع الحاجات. طيب لما نيجي نتكلم عن خصائص الحاجات، الحاجات اول حاجة هي قابلة للاشباع. الحاجات قابلة للاشباع، يعني ايه قابلة للاشباع؟ يعني لو انا جعت ورحت اكل، ايه اللي بيحصل بعد ما باكل؟ بالظبط بشبع،
بعد ما اكلت شويه، اكلت طبق الرز الجميل بتاعي، شبعت. طيب يبقى انا الحاجات قابله للاشباع. الشعور بالحرمان ده ممكن يزول بعد ما هقوم بالاعمال اللي هتساعدني في التخلص منه. بعد ما هاكل هشبع، فالحاجات قابله للايه؟ للاشباع. طيب بترتبط بقى الخاصيه دي بحاجة اسمها المنفعة الحدية. يعني ايه المنفعة الحدية؟ تعالوا نفك الكلمة. حدية جاية من كلمة حد، ومنفعة جاية من نفع. فانا عندي حد للنفع هوصل له. يعني لو انا دلوقتي جعان وهاكل، هل دلوقتي ان انا هفضل اكل 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 مبطلش اكل، ولا انا في حد نفع معين انا بوصل له؟ يعني بعد ما اكلت طبق الرز انا شبعت، هل بعد الطبق ده لما اكل هيبقى احساسي زي ما كنت باكل في الاول خالص وكنت جعان؟ طبعا لا. فانا عندي هنا حد للمنفعه، لما بوصل له بيبدا يزول الشعور بالحرمان. فانا عندي المنفعه الحديه او تناقص المنفعه الحديه، ان عندي المنفعه الحديه ديت بتقل لما بيزيد عدد الوحدات. كل ما هزود الاكل كل ما المنفعه بتاعته هتقل وهبقى مش محتاجه. كوبايه الميه اللي هشربها لما اكون عطشان مش هيبقى احساسي وانا بشربها زي احساس تاني كوبايه او تالت كوبايه. فدي كده المنفعه الحديه. طيب الحاجات قابلة للزيادة المستمرة. الحاجات قابلة للزيادة المستمرة، يعني الحاجات دي ممكن تزيد. يعني ممكن يبقى عندي مثلا الهدوم بتاعتي، فانا عندي التيشيرت الاخضر الجميل ده، ممكن لا ده انا عايز كمان ايه ازود، وعايز اجيب ايه تيشيرت احمر، وعايز اجيب تيشيرت لونه ازرق، وعايز اجيب تيشيرت لونه ابيض، عايز اجيب قميص، عايز اجيب جاكيت. فالحاجات قابله للزياده المستمره. طيب الحاجات قابله للتطور والتجدد. يعني ايه تطور وتجدد؟ يعني على حسب بقى المرحله العمريه وعلى حسب الفئه اللي انا عايش فيها. هل احتياجات طفل في ثالثه ابتدائي زي احتياجات طالب في الصف في ثالثه ثانوي، او واحد في الكليه، او واحد عنده 40 سنه؟ طبعا لا، الحاجات مختلفه والحاجات دايما في تطور ودايما في تجدد. هنيجي بقى لسؤال، لما يجي يقول لي بما تفسر الحاجه الانسانيه هي المحرك الاساسي لاي نشاط اقتصادي. السؤال ده مشهور جدا ويجي لك في هيئه بما تفسر، يعني يقول لي السبب. ايه هو سبب ان الحاجة الانسانية هي المحرك الاساسي لاي نشاط اقتصادي؟ طب يعني ايه معنى الكلام؟ يعني الانسان لما بيحتاج حاجة هي اللي بتخليه يتحرك ويقوم يعمل النشاط الاقتصادي. فبنقول الاجابة بتاعتنا لان اي نشاط اقتصادي لم يقم الا بالانسان ولخدمة الانسان. هو انا لما بعمل نشاط اقتصادي دلوقتي انا بعمله عشان مين؟ عشان يخدمنا انا. طب مين اللي هيعمل النشاط الاقتصادي؟ برضو انا او الانسان. فلو انا مثلا محتاج ان انا اعمل مكتب زي المكتب الجميل اللي انا قاعد عليه ده، طيب اروح اتفق مع النجار، فادي النشاط الاقتصادي. فانا محتاج ان انا اعمل مكتب، فروحت اتفقت مع النجار الفلاني ونفذ لي المكتب. فالنجار ده او العمل اللي هو قام بيه هو النشاط الاقتصادي، واحتياجي للمكتب هو ده الحاجه الانسانيه. فلما يجي يقول لي الحاجه الانسانيه هي المحرك الاساسي لاي نشاط اقتصادي، فبنقول له ان اي نشاط اقتصادي لم يقم الا بالانسان ولخدمه الانسان. طبعا ملخص الفصل او الملخص الثلاث فصول دولت انا هنزلهم او هكتبه في اول كومنت، هتلاقوا الفايل بتاعه في اول كومنت. طيب نكمل. الموارد. الموارد هي كل ما يصلح لاشباع الحاجات سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر. يعني انا عندي الحاجات اللي انا هشبعها ديت هشبعها عن طريق ايه؟ عن طريق الموارد. وممكن اشبعها بشكل مباشر او شكل غير مباشر. طيب لما نيجي نصنف الموارد، طبعا احنا عارفين تصنيف الموارد ده من زمان وخدته في اعدادي واكتر من مره. بنصنف الموارد حسب التجدد وحسب الندره وحسب طبيعتها. طب لما صنف الموارد حسب التجدد، هل هي عندي موارد متجدده وموارد فانيه او غير متجدده؟ طيب الموارد المتجدده دي، قال لي الموارد اللي بتتجدد باستمرار نظرا لطبيعتها الخاصه، زي اشعه الشمس، زي الهواء وغيرها طبعا من الموارد اللي بتتجدد لطبيعتها الخاصة. طب الموارد الفانية، الموارد الفانية او الموارد القابلة للهلاك او الموارد الغير متجددة، دي طبعا عاملة زي معظم المعادن وزي الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ودي بتكون موجودة بكميات محدودة وبتقل باستخدامها. طب الموارد حسب الندرة، هلاقي عندي موارد نادرة او اقتصادية وموارد حرة غير اقتصادية. طيب ايه هي الموارد النادرة؟ الموارد الموجودة بكميات اقل مما يشبع الحاجات. موارد موجودة بس بكميات قليلة والاحتياجات اكتر، فديت موارد اقتصادية بتأثر على الثروة القومية وبيهتم بها علم الاقتصاد. يبقى علم الاقتصاد بيهتم بالموارد النادرة او الموارد الاقتصادية. طب هل علم الاقتصاد هيهتم بالموارد الحرة؟
اقول لك تعريفها الاول. الموارد الحرة هي الموارد الموجودة بكميات اكبر مما يشبع كل الحاجات. يعني انا عندي الموارد موجودة بكميات اكبر من الحاجات، فطبيعي ان علم الاقتصاد ما يهتمش بيها. فانا عندي هنا الموارد الحرة موارد غير اقتصادية، وطالما غير اقتصادية يبقى علم الاقتصاد ما بيدرسهاش ولا بيهتم بيها، انما الموارد النادرة هي اللي علم الاقتصاد بيدرسها. طيب الموارد بقى حسب طبيعتها أصنفها الموارد طبيعية وموارد بشرية وموارد مصنعة. الموارد الطبيعية هي الموارد اللي موجودة دون تدخل الإنسان، وهي هبة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان ملوش دخل مباشر في وجودها، موارد طبيعية. طيب إيه هي الموارد البشرية؟ إحنا العنصر البشري ومجهوداته بأنواعها اسمها موارد بشرية. هتلاقي في كل شركة حاجة اسمها إدارة الموارد البشرية اللي هم الـ HR، هيطلعوا عينيكم في الشغل إن شاء الله. طيب الموارد بقى المصنعة، الموارد المصنعة اللي هي الناتجة عن تفاعل الإنسان مع البيئة. يعني لما الموارد البشرية اللي هو البشر يتفاعل مع الطبيعة ويبدأ يعمل لي منتج مصنع، دي بسميه مورد مصنع. يعني الإنسان عمل نشاط اقتصادي او جاب مورد من الطبيعة، وليكن مثلا شجرة، او جاب اي حاجة من الطبيعة وبدأ ان هو يعمل عليها بعض التعديلات فطلعت لي في صورة تانية، ده اسمه مورد مصنع. فادي كده الموارد وتصنيف الموارد. طيب الاشباع بقى، احنا قاعدين نقول اشباع اشباع، طب ايه هو انواع الاشباع؟ الاشباع هي نوعين اتنين، يا اما اشباع مباشر يا اما اشباع غير مباشر. الاشباع المباشر ده اسمها السلع الاستهلاكية. السلع الاستهلاكية هي السلع التي تصلح لاشباع حاجات الانسان بشكل مباشر ونهائي. السلع الاستهلاكية تصلح لإشباع احتياجات الإنسان بشكل مباشر ونهائي، زي ايه؟ زي السلع اللي أنا شايفها قصادي دلوقتي، الرز والسكر والسمنة والزيت والعسل، كل الكلام الجميل ده هي سلع استهلاكية، هتقدر إن أنا أشبع بيها احتياجاتي بشكل مباشر، زي الوجبات الجاهزة، زي أقلام الكتابة، زي الملابس. هل الملابس اللي أنا لابسها هتشبع لي، أو إن أنا محتاج إن أنا أحولها من صورة لصورة تانية عشان تتحول في شكلها النهائي؟ طبعًا لأ، بتشبع لي احتياجاتي بشكل مباشر. بشتري التيشيرت بلبسه على طول اشبع احتياجاتي بشكل مباشر. طيب الاشباع بقى الغير مباشر ده اسمه سلع انتاجية. الاشباع الغير مباشر او السلع الانتاجية اللي بتحتاج مني تحويل من صورة لصورة عشان اقدر اشبع بيها احتياجاتي، زي مثلا الجلود وزي الاخشاب. الجلود اللي بتدخل في صناعة الاحذية، الجلود دي هل ان انا لما بشتري الجزمة او لما بجيب الجلود دي مش محتاجة لسه الاول تدخل في المصنع، والمصنع يبدأ ان هو يصبغها ويبدأ يخيطها في النعل بتاعها عشان تطلع لي في شكل النهائي؟ فهنا السلع الانتاجية اللي بتصلح لاشباع احتياجات الانسان بشكل غير مباشر، هتحتاج مني تحويلها من صورة لصورة تانية عشان تشبع احتياجاتي. نفس الكلام الخشب، الخشب طبعا عشان اعمل منه الاحتياجات بتاعتي سواء كانت الكراسي او الترابيزات او ايا كان، احتاج ان انا احط له الغرة والمسامير وطبعا ادهنه بعد ما اخلص، فبيحتاج مني عمليات كتيرة عشان يطلع بشكله النهائي. فده الفرق ما بين السلع الاستهلاكية اللي بتشبع احتياجات الانسان بشكل مباشر ونهائي، بتحتاجش مني مجهود، انما السلع الانتاجية اللي بتصلح لاشباع احتياجات الانسان بس بشكل غير مباشر بتحتاج مني مجهود عشان احولها من صورة لصورة. طيب تصنيف السلع دي ملحوظة مهمة، بيتم على اساس الغرض من الاستخدام وليس على اساس الخصائص. يعني اما اجي اصنف السلع دي امتى تكون انتاجية او امتى تكون استهلاكية؟ على اساس انا هستخدمها في ايه. يعني لتر البنزين مثلا لو انا حطيته في العربية ومشيت، ده بقى اسمه سلعة استهلاكية اشبع احتياجاتي بشكل مباشر ونهائي. طيب لتر البنزين ده لو انا دخلته في صناعة منتج تاني، او خدت من المواد الخام البترولية او المواد الخام اللي بتيجي من البترول اللي هي الاولية اللي بتدخل في صناعة مثلا البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، المادة الخام دي هتكون هي سلعة انتاجية لان هي هتتحول من صورة لصورة. نفس اللتر اللي انا حطيته في العربية لو شغلت بيه مثلا فرن العيش او شغلت بيه مكنة عشان تنتج لي آلة تاني او تنتج لي منتج تاني، ده هتكون سلعة انتاجية لانها اشبعت حاجتي بشكل غير مباشر. فتصنيف السلع بيكون على اساس الغرض من الاستخدام. طيب نيجي بقى الأسئلة، ويجي يقول لي بما تفسر أهمية المعلومات لأي نظام اقتصادي؟ هي ليه المعلومات مهمة لأي نظام اقتصادي؟ قال لي كلما زادت حجم المعلومات المتوفرة عن الحاجات والموارد زادت قدرة النظام على
الاستخدام الأمثل للموارد دون استنزاف، اتخاذ القرارات السليمة المناسبة، وبالتالي إشباع الحاجات. يعني طول ما أنا عندي معلومات متوفرة عن الحاجات اللي ناقصاني وعن الموارد المتاحة واللي هتشبع لي احتياجاتي، النظام الاقتصادي هنا هيكون قادر على إن هو يستخدم الموارد المتاحة دي الاستخدام الأمثل من غير ما يستنزفها ويستهلكها في وقت قصير، ويقدر إن هو يتخذ القرارات السليمة والمناسبة، وبالتالي هيشبع الحاجات. طيب المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرة واختيار. المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرة واختيار، قال لي لأنها بتعني ندرة الموارد وتعدد الأهداف، فبتظهر تكلفة الفرصة الضائعة. يعني إيه؟ يعني اختيار تحقيق هدف بمورد معين والتضحية بباقي الأهداف التي يمكن أن يحققها نفس المورد. يعني ما يجي يقول لي المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرة واختيار، أو المشكلة الاقتصادية تكلفة الفرصة الضائعة، أقول له نفس الإجابة، أقول له إن المشكلة الاقتصادية معناها ندرة الموارد وتعدد الأهداف، فبتظهر تكلفة الفرصة الضائعة، اللي هو هختار هدف واحد أحقق بيه الهدف بتاعي، او اختار المورد اللي يقدر يحقق لي كذا هدف، بس انا هختار هدف واحد واضحي بباقي الاهداف. طيب مجالات علم الاقتصاد. علم الاقتصاد ليه 4 مجالات: اقتصاد كلي او تجميعي، اقتصاد جزئي او وحدي او القيمة والعائد، واقتصاديات الرفاهية، واخر حاجة اقتصاديات النمو والتنمية. اقتصاديات كلي او تجميعي ده بيتناول المستويات العامة للنشاط الاقتصادي، معرفة مدى استغلال الموارد، ساعد في ظهور اقتصاديات التوظيف والدخل القومي، كمان مدى القدرة، بيدرس مدى القدرة على انتاج اكبر بنفس الموارد. فانا عندي هنا يجي لي السؤال ويقول لي، يديني مثلا يقول لي يتناول المستويات العامة للنشاط الاقتصادي، يروح مديني 4 اختيارات. يجي يقول لي الفرع اللي بيدرس مدى القدرة على انتاج اكبر بنفس الموارد. طيب نيجي على الفرع الثاني وهو الاقتصاد الجزئي او اقتصاد وحدي او اقتصاد القيمة والعائد. ده بيدرس الوحدات الاقتصادية من المنتجين والمستهلكين، بيدرس الوحدات الاقتصادية من المنتجين والمستهلكين. طب اقتصاديات الرفاهية، ده بيتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء تحقيق معايير الكفاءة والإنتاجية. طب الرابع اقتصاديات النمو والتنمية، ده الفرع اللي بينظر للمستقبل وما نعد له من إمكانيات النمو والتنمية، فده الفرع الرابع. كده يا شباب خلصنا الفصل الأول الحمد لله، وقلنا بس هنقول الجزئية دي تاني سريعا. لما يجي لي سؤال هنا ممكن يجي لي كاختر، أو يجي يقول لي إيه هو مثلا، أكتب ما تشير إليه العبارة: الفرع اللي بيتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء تحقيق معايير الكفاءة والإنتاجية، تقول لي الرفاهية. الفرع اللي بينظر للمستقبل، تقول لي النمو والتنمية. اللي بيدرس المنتجين والمستهلكين والسلوك بتاعهم، تقول لي اقتصاد جزئي أو وحدي أو القيمة والعائد. ما يقول لي مستويات عامة للنشاط الاقتصادي أو مدى استغلال الموارد أو اقتصاديات التوظيف والدخل القومي أو مدى القدرة على إنتاج أكبر، تقول لي اقتصاد كلي أو اقتصاد تجميعي. طيب نيجي على الفصل الثاني. الفصل الثاني هو عناصر الإنتاج، بعنوان عناصر الإنتاج. طيب إيه هو الإنتاج؟ الإنتاج هو إجراء بعض العمليات التحويلية على الموارد المستخدمة بهدف ظهور الناتج. يعني أنا هعمل شوية عمليات على المورد عشان يطلع لي الناتج بتاعي في الآخر، ده معنى مصطلح الإنتاج. طيب أنت قلت لي الفصل اسمه عناصر الإنتاج، إيه هي عناصر الإنتاج؟ 3 عناصر: العمل والطبيعة ورأس المال. عناصر الإنتاج 3: العمل والطبيعة ورأس المال. طيب هناخد كل عنصر كده. العمل الأول هو إيه تعريفه؟ هو الجهد الإنساني المبذول خلال العملية الإنتاجية. العمل تعريفه الجهد الإنساني المبذول خلال العملية الإنتاجية. طيب يجي سؤال ويقول لي بما تفسر؟ العمل هو العنصر الإيجابي في عملية الإنتاج، لأن الإنتاج ده بيتم عن طريق جهد الإنسان، والاقتصاد مثله مثل كافة العلوم الأخرى، لم يقم إلا بالإنسان ولخدمة الإنسان. طيب لما يجي يقول لي بما تفسر برضو، إدارة عنصر العمل هي إدارة لعنصر إنساني. يعني أما أجي أدير عنصر العمل ده بديره كعنصر إنساني، إيه هو السبب بتاعه؟ قال لي لأنه ليس إدارة لمورد اقتصادي عادي، مش زيه زي أي مورد مثلا اقتصادي عندي ممكن يكون معادن أو غاز طبيعي أو أي مورد، لا ده أنا بقول لك إدارة عنصر العمل ده إدارة لمورد إنساني أو لعنصر إنساني. فعشان كده يجب مراعاة الاعتبار الإنساني. إيه هو الاعتبار الإنساني؟ قال لي تنظيم ساعات العمل، الأجازات، الأجر، لأن الأجر اللي بيحصل عليه العامل والسبب
السبب ان الاجر اللي بيحصل عليه العامل ليس فقط ثمنا لخدماته الانتاجيه ولكن دخلا بيحدد مستوى المعيشه. اعيد الجزء ده تاني عشان اللخبطه دي. فبنقول اداره عنصر العمل اداره لعنصر انساني. ليه السبب؟ بنقول لانه ليس اداره لمورد اقتصادي عادي، لذلك يجب مراعاه الاعتبار الانساني. اعتبار انساني من ناحيه ايه؟ من حيث تنظيم ساعات العمل والاجازات والاجر اللي بيحصل عليه العامل. والسبب ان الاجر اللي بيحصل عليه العامل ليس فقط ثمنا لخدماته الانتاجية ولكنه دخلا بيحدد مستوى المعيشة. يعني لازم الراجل ده اعرف له ساعات العمل بتاعته في الشغل قد ايه، مثلا 8 ساعات، عندك يوم او يومين اجازة في الاسبوع، والمرتب بتاعه. والمرتب ده كمان بيقول لي اللي بيحصل عليه مش بس ثمن لخدماته الانتاجية، ده دخل بيحدد مستوى معيشته، والشخص ده يعيش ازاي ويصرف ازاي على عيلته. طيب العمل ثلاث خصائص: نشاط واعي وإرادي، العمل مؤلم وممتع، العمل مجهود غائي. طيب أول حاجة في خصائص العمل هو نشاط واعي وإرادي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو بيتطلب إدراك الطبيعة اللي بتحيط بالإنسان. يجب أن يكون الشخص اللي بيعمل في أي مجال واعي بالطبيعة اللي حواليه ومدرك اللي هو حواليه. يعني ما ينفعش أجيب واحد مثلا مريض نفسي وابدا ان انا اشغله، الراجل ده عنده مشكله في الوعي بتاعه، فما ينفعش ان هو يقف على اله يشتغل او يمسك مثلا مسؤوليه على اي مكتب او في اي وظيفه. فعندي العمل اول حاجه هو نشاط واعي وارادي. واعي بيتطلب ادراك الطبيعه. طب ارادي؟ ارادي لان الانسان بيشتغل عشان العائد الاقتصادي. هو احنا بنشتغل ليه؟ عشان الفلوس. كله بيشتغل عشان العائد المادي والعائد اللي هيكسبه. طيب لو جه قال لي بقى ماذا يحدث اذا كان العمل بشكل غير ارادي او كان العمل بشكل لا ارادي؟ هنا بيصبح العمل نوع من انواع العقاب. لو انا شغال غصب عني ده بيكون نوع من انواع العقاب، وده المثال بتاعه اللي هو الاشغال الشاقة اللي بتكون في السجون، ده بيكون شغال بشكل غير ارادي مش بمزاجه، وده بيكون نوع من انواع العقاب. فدي اول خاصية من خصائص العمل. طب الخاصية التانية، العمل مؤلم وممتع. العمل مؤلم بطبيعته، يعني الانسان لما بيشتغل بيتطلب منه بذل مجهود بدني وعصبي، وده بيسبب الارهاق. يبقى هنا الانسان اللي المجهود اللي هيبذله بيسبب له الارهاق، فعشان كده بنقول ان العمل مؤلم. طيب ازاي بتقول ان العمل مؤلم وممتع؟ ما انا بقول هو ممتع وكمان مصدر للسعاده والرضا، لان الانسان لما بيشوف الانجاز اللي بيحققه ولما بيشوف النجاح والعائد المادي اللي بيكسبه بيشعر بالسعاده والرضا. يعني لو واحد اشتغل طول الشهر وفي اخر الشهر لقى معاه 50,000 جنيه، طبعا هينبسط جدا وهيشعر بالسعاده والرضا وهينسى كل التعب اللي هو تعبه. فالعمل مؤلم بطبيعته وكمان في نفس الوقت هو مصدر للمتعة والسعادة. طيب العمل مجهود غائي. يعني ايه كلمة غائي؟ غائي جاية من الغاية والهدف. الغاية او الهدف يعني ايه؟ يعني العمل الهدف منه هو انتاج السلع والخدمات. انت بتشتغل ليه؟ عشان تنتج سلعة او تنتج خدمة. طيب لو افترضنا ان العمل هنا كان لا يهدف لإنتاج السلع والخدمات، هنا بيكون العمل نوع من أنواع الترفيه وليس عملا بالمعنى الاقتصادي. زي واحد مثلا هيطلع يصطاد الطيور أو يطلع يصطاد عصافير أو هيعمل أي حاجة بتسلي وقته، هو هيبذل مجهود بس هنا الهدف منه مش إنتاج سلع وخدمات، فهنا العمل بيكون ليس عمل بالمعنى الاقتصادي لكنه نوع من أنواع الترفيه. فأدي كده خصائص العمل. طيب أنواع العمل، انواع العمل حاجتين اتنين، يا اما اعمال يدويه يا اما اعمال ذهنيه. الاعمال اليدويه اللي بتتطلب مني بذل مجهود بدني وعصبي لكن في نفس الوقت لا تخلو من المجهود الذهني، زي مهنه البنا مثلا ومهنه النجار، هي معتمده اكتر على المجهود العضلي والمجهود البدني. يعني نقدر نقول 80% مجهود عضلي 20% مجهود ذهني. ما هو لازم يشغل دماغه، البنا اللي بيرص الطوب ده لازم هيرصه بمقاسات ولازم في ابعاد بياخدها ومساحه بياخدها، فالراجل ده شغال بدماغه، بس اكتر الاعتماد عليه هو المجهود البدني او المجهود العضلي. طيب بالنسبة للاعمال الذهنية، الاعمال الذهنية دي اللي بتتطلب مني بذل مجهود ذهني اكتر. يعني نقدر نقول 80% مجهود ذهني و 20% مجهود يدوي، زي مثلا المحاسب، زي المدرس وغيرها من المهن والوظائف في الشركات. هو هنا ما بيبذلش مجهود عضلي كتير بس بيبذل مجهود ذهني اكتر. فالاعمال اليدوية لا تخلو من المجهود الذهني والاعمال الذهنية لا تخلو من المجهود العضلي. طيب تاني عنصر معايا في عناصر الانتاج هي الطبيعة. الطبيعة هي كل الموارد والقوى التي يجدها الانسان دون جهد منه.
وهي هبة من الله ومحدودة الكمية، زي المناجم وزي الغابات وزي مساقط المياه وغيرها. فأنا عندي الطبيعة اللي هي الموارد والقوى اللي الإنسان وجدها دون جهدا منه، ودي هبة من الله وطبعا هي محدودة الكمية. طيب، بما أن الأرض هبة من الله ومحدودة الكمية، فأنها أصبحت تثير مشكلة اقتصادية طبعا عشان هي محدودة، يهتم بها علم الاقتصاد برضو عشان محدودة، وأصبحت مصدر للتشاؤم لأنها ممكن تخلص في أي وقت. طيب، الموقع والمكان في الماضي كان بيحتم نوع النشاط الاقتصادي، لكنه لم يعد مشكلة بفضل التكنولوجيا. يعني زمان في الماضي كان الموقع بتاع المصنع او الموقع بتاع النشاط الاقتصادي اللي هيتعمل هو اللي كان بيحدد نوع النشاط، انما الموقع والمكان ما بقاش يهتم بعلم الاقتصاد، لان دلوقتي التكنولوجيا لما ظهرت تغلبت على قيد الموقع والمكان، وبدأت تظهر عندي حاجات زي التجارة الإلكترونية زي أمازون وسوق دوت كوم وغيرها. انت دلوقتي متعرفش مكان الشركة فين، بس الشركة بتوصل لك الأوردر مكان ما انت ما بتطلبه، انت بتطلب وانت قاعد في بيتك، مالكش علاقة بقى المكان ده موجود فين، موجود في صحراء، موجود في مدينة ما فيهاش مواصلات، انت مالكش علاقة، انت بتطلب والأوردر بيجي لك. طيب، الموقع والمكان زمان كان بيحتم نوع النشاط وكان بيهتم بعلم الاقتصاد، لكن ما عادش مشكلة بفضل التكنولوجيا، فالموقع والمكان ما بقاش يهتم بعلم الاقتصاد حاليا. طيب، الطبيعة خصائصها ايه؟ خاضعة للحقوق القانونية. الطبيعة دي خاضعة للحقوق القانونية، يعني ايه؟ يعني فكرة الحق. ايه هي فكرة الحق؟ فكرة الحق دي هي سلطة اللي بتمكن صاحبها من السيطرة على الموارد او التصرف في الموارد. طب دي بتبقى مع مين؟ بتبقى مع الدولة. مين اللي بيمتلك السلطة اللي تخليه تدير الموارد، الثروات والمعادن مثلا اللي موجودة في مصر، البترول والغاز الطبيعي والفحم والكلام ده كله، اما هي ديت موارد اهوت زي الطبيعة اللي احنا قلناها. طيب، مين اللي بيدير الكلام ده؟ الدولة. فهي الدولة بتمتلك فكرة الحق، فالطبيعة او الموارد الطبيعية خاضعة للحقوق القانونية من قبل الدولة. طيب، الطبيعة هي هبة من الله سبحانه وتعالى، لان الانسان قلنا ملوش دخل مباشر في وجودها. طيب، الطبيعة غير قابلة للهلاك. الطبيعة ما اقدرش ان انا افنيها، يعني كل الحاجات اللي موجودة، اشعة الشمس والهواء الكلام ده غير قابلة للهلاك، لكن من الممكن ان تندر. يعني ممكن الموارد الطبيعية ديت تبقى تتحول بشكل او بصورة تانية الى موارد نادرة. طيب، نيجي على العنصر الثالث من عناصر الانتاج، وهو رأس المال. رأس المال هو مجموعة غير متجانسة. يعني غير متجانسة؟ يعني مش شبه بعض، من الآلات والأدوات اللي بيؤدي استخدامها في عملية الانتاج إلى زيادة الانتاجية في العمل وخلق مزيد من السلع والخدمات. يعني كل اللي أنا شايفه ده اسمه رأس المال، اللي هي الآلة اللي في المصنع ديت، الجرار اللي شغال في الحقل ده، والأدوات بتاعة الصنايعية والمعدات التقيلة، كل ديت من رأس المال. عرفنا تعريف رأس المال، تعالوا نشوف بقى الايه الخصائص بتاعة رأس المال وأنواع رأس المال. أنواع رأس المال هي رأس المال الثابت ورأس المال المتداول. رأس المال الثابت اللي هي الأصول الإنتاجية، رأس المال المتداول اللي هو رأس المال الجاري. طيب، ايه رأس المال الثابت؟ اللي هو اللي انا اقدر استخدمه اكتر من مرة من غير ما يفقد شكله وخصائصه، زي مثلا الالات اللي موجودة في المصانع، هقدر ان انا استخدمها في عملية الانتاج اكتر من مرة من غير ما تفقد شكلها او تفقد خصائصها الاساسية. طيب، رأس المال المتداول ده او رأس المال الجاري اللي هي الخامات اللي بتدخل في التصنيع، كمثال زي الاخشاب وزي مثلا النفط او الوقود، كل الحاجات دي بتدخل في التصنيع، بتستخدم لمرة واحدة وبعدها بتفقد شكلها وخصائصها وبتظهر في شكل سلعة اخرى، بتختفي وتظهر في شكل سلعة اخرى، فده رأس المال المتداول او رأس المال الجاري. ففي فرق هنا، اما اجي اقول لك انا عندي اصول في الشركة، فالاصول ديت اللي هي الالات والعدد والحاجات اللي موجودة اقدر استخدمها اكتر من مرة من غير ما تفقد الخصائص بتاعتها، انما رأس المال الجاري اللي انا بستخدمه مرة واحدة وبيختفي بعدها ويظهر في شكل سلعة اخرى. طيب، خصائص رأس المال. رأس المال هو من صنع الانسان. طيب، الانسان بيصنعه ازاي؟ قال عن طريق الادخار. يعني لما نيجي نحوش فلوس في البيت او الادخار في البنوك مثلا، ده بنكون به رأس المال. طيب، تنقسم الدول من حيث قدرتها على الادخار. يعني لما اجي اشوف برضو الدول بقسمها على حسب الادخار، هي عندها قدرة على الادخار قد ايه. الى دول متقدمة لديها قدرة كبيرة من الادخار،
وإنتاجية أعلى، فبتتمتع بحجم رأس مال أكبر. طب الدول النامية لديها قدرة بسيطة على الادخار، إنتاجيتها أقل، فيكون رأس مالها قليل. طيب رأس المال قابل للهلاك، لأنه بيتعرض هنا لنوعين من الاستهلاك، استهلاك مادي واستهلاك اقتصادي. الاستهلاك المادي ده هو التلف بمرور الزمن، زي مثلا ما يبقى عندي عدة أو آلة أو ماكينة، الماكينة ديت أنا استخدمتها 5 سنين 6 سنين، بعد ال6 سنين باظت، صلحتها مرة واثنين وثلاثة وبرضو ايه الماكينة ديت باظت، فكده استهلكت ماديا لان انا هنا تلفت بمرور الزمن. طيب الاستهلاك بقى الاقتصادي، الاستهلاك الاقتصادي ده اللي بيظهر نتيجة التقدم او تغير الاذواق، او لما يظهر عندي تكنولوجيا جديدة متطورة، ما يكون عندي آلة مثلا بتنتج لي 5 منتجات في الساعة، ده انا ظهرت لي آلة تانية بتنتج لي 10 منتجات في الساعة وبتستهلك طاقة اقل، فهتوفر عليا فلوس وهتديني انتاج اكبر، هروح راكن المكنة القديمة ومشغل المكنة الجديدة، فهي كده استهلكت اقتصاديا. فده كده الفرق ما بين الاستهلاك المادي والاستهلاك الاقتصادي، المادي هو التلف بمرور الزمن، والاقتصادي نتيجة التطور والتقدم تغير الأذواق. طبعا كل ده بالتفصيل هيكون في الملخص اللي في أول كومنت إن شاء الله. طيب رأس المال، عرفنا طبعا تعريف رأس المال وخصائص رأس المال وأنواعه. طيب كده الحمد لله خلصنا الفصل الثاني، ندخل على الفصل الثالث. الفصل الثالث بعنوان الدخل القومي. طيب الدخل القومي هو مجموع الدخول المكتسبة لجميع أفراد المجتمع ومشروعاته خلال سنة. والدخل القومي عبارة عن نوعين، يا إما دخل قومي نقدي يا إما دخل قومي حقيقي. يعني الدخل القومي النقدي ده كمية النقود التي يحصل عليها الفرد مقابل مساهمته في عملية الإنتاج، يعني الفلوس اللي أنا بقبضها آخر الشهر هي ديت اسمها دخل قومي نقدي، كمية الفلوس مثلا بقبض 1000 جنيه، ال1000 جنيه دولت كورق اسمهم دخل قومي نقدي. طيب إيه هو الدخل القومي الحقيقي؟ كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مقابل الدخل القومي النقدي، يعني ال1000 جنيه دولت هيشتروا لي سلع قد ايه، ده اسمه دخل قومي حقيقي. لو افترضنا مثلا ان هم هيشتروا لي 20 كيلو سكر و10 كيلو رز، ال20 كيلو سكر وال10 كيلو رز دول اسمهم دخل قومي حقيقي، انما الدخل القومي النقدي اللي هو الكاش الفلوس نفسها. طيب همزة الوصل ما بين الدخل القومي النقدي والحقيقي هي الأسعار، يعني لو زادت الأسعار هيقل الدخل القومي الحقيقي. يعني أنا لو معايا نفس ال1000 جنيه وسعر السكر والرز زادوا، مش هقدر اشتري ال20 كيلو سكر وال10 كيلو رز، صعب، لان دلوقتي الاسعار زادت، هشتري مثلا 15 و5. فقال لك ان الهمزة الوصل ما بين الدخل القومي النقدي والحقيقي هي الاسعار، كلما ارتفعت الاسعار هيقل الدخل القومي الحقيقي، هيقل مقدار السلع والخدمات اللي هحصل عليها مقابل الفلوس اللي انا خدتها، والعكس لو انخفضت الاسعار هتزيد طبعا مقدار السلع اللي انا هحصل عليها. طيب ملحوظة، ليس كل دخول الافراد بيتم حسابها في الدخل القومي، احنا طبعا قلنا هنجيب كل الفلوس اللي الناس خدتها وده يطلع لي الدخل القومي. طيب مش كل الفلوس او مش كل الدخول اللي بتيجي للافراد بيتم حسابها في الدخل القومي. ليه؟ لان في دخول هنا لا ترتبط بالاسهام في الانتاج، زي حاجة اسمها المدفوعات التحويلية. طب ايه هي المدفوعات التحويلية؟ هي مدفوعات ليست مقابل خدمات انتاجية، فبالتالي لا تدخل ضمن حساب الدخل القومي. وخلي بالك ليست مقابل خدمات انتاجية دي، لان لما اجي احسب الدخل القومي باي طريقة من اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي لازم هنستبعد المدفوعات التحويلية، اي حاجة ما كانتش مقابل خدمة انتاجية دي هيتم استبعادها من حساب الدخل القومي. طيب سبب التسمية، هي اتسمت ليه مدفوعات تحويلية؟ قال لي لان الدولة حصلتها من الافراد في صورة، في صورة ايه؟ رسوم او ضرائب او جمارك، الدولة خدتها منهم في شكل رسوم او ضرائب او جمارك ثم حولتها اليهم في صورة اخرى كهيئة تبرعات او اعانة بطالة او اعانة اجتماعية. يعني هم هياخدوها من المواطنين في شكل رسوم او ضرائب او جمارك، هل الفلوس اللي خدتها الدولة دي اديتها لناس استثمرتها وطلعت منها ناتج او طلعت منها فلوس تانية او شغلت بها انتجت بها سلعة او خدمة؟ لا، ده هي خدتها منهم بشكل رسوم او ضرائب ورجعتها لمواطنين تانيين فقراء في شكل تبرعات او اعانة بطالة او اعانة اجتماعية، فالمدفوعات التحويلية لا تدخل ضمن حساب الدخل القومي. طب موارد الدخل القومي،
يعني انا بجيب الدخل القومي ده منين؟ قال لي من 4 موارد: الريع، الفائدة، الاجر، الربح. طيب الريع ده هو ايه؟ العائد الذي يحصل عليه صاحب الارض، العائد اللي هيجي لصاحب الارض. واحد بيمتلك قطعة ارض، والارض دي متأجرة، او الارض دي بتتزرع وبتطلع مكسب او بتطلع فلوس، الفلوس اللي جت من الارض اسمها الريع، فده اول مورد من موارد الدخل القومي. طيب الفايدة، الفايدة اللي بيحصل عليها صاحب رأس المال مقابل استثماره، الفايدة اللي بيحصل عليها صاحب رأس المال مقابل استثماره، زي فوائد البنوك. انا معايا رأس مال، معايا 100,000 جنيه، رحت حطيتهم في البنك، البنك بيقول لي انا هديك فايدة كل شهر 20% او على حسب الاتفاق، ال 20% الزيادة دولت اسمهم الفايدة. طيب ايه هو الاجر؟ اللي هو الراتب اللي بيحصل عليه العامل مقابل خدماته الانتاجية، ممكن يبقى اسمه راتب او اتعاب او ماهية، فده اسمه الاجر والمورد الثالث. طيب ايه هو الربح؟ المكافأة اللي بيحصل عليها العامل مقابل خدماته الانتاجية، او ان انا بكافئ الشخص الموظف اللي عندي عشان هو قام بمجهود كبير فبديله مكافأة، فده اسمه الربح. فانا عندي هنا الفرق بين الاجر والربح، ان الاجر الراتب الاساسي بتاعه، انما الربح المكافأة اللي انا بزودها له على الراتب الاساسي. فدي موارد الدخل القومي. طيب انا بقيس الدخل القومي ازاي؟ بقيسه ب3 طرق. اول حاجة طريقة اسمها طريقة الناتج القومي، وانا عندي هنا فرق ما بين الانتاج القومي والناتج القومي. طيب الانتاج القومي ده مجموع ما انتج في الاقتصاد من سلع وخدمات نهائية خلال فترة زمنية معينة، غالبا ما تكون سنة. طب ايه هو الناتج القومي؟ مجموع الاسهام الانتاجي للمشروعات في اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة، غالبا برضو هتكون سنة. يبقى انا عندي الانتاج مجموع ما انتج، انما الناتج مجموع الاسهام الانتاجي، وناخد بالنا لان المصطلحين فيهم شبه من بعض، ده الانتاج القومي وده الناتج القومي، وده ليه تعريف وده ليه تعريف تاني. الانتاج مجموع ما انتج، انما الناتج مجموع الاسهام الانتاجي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ او ليه ظهر اصلا الناتج القومي؟ ظهر مفهوم الناتج القومي ده عشان يتفادى حاجة اسمها خطأ الازدواج المحاسبي. طب ايه هو الازدواج المحاسبي؟ هو تكرار حساب العنصر الانتاجي اكثر من مرة. يعني لما اجي احسب مثلا الدخل القومي بتاع دولة معينة، واجيب مثلا الحديد بتاعها، في مصنع الحديد باع حديد مثلا بقيمة 5 مليون جنيه، وبعد كده الحديد ده راح لشركة السيارات صنعت الحديد ده، صنعت منه سيارات، وبعد كده باعت منه للناس، فأنا حسبت الحديد هنا بعد ما أنتج من شركة الحديد والصلب، وحسبته تاني عند شركة السيارات وهي بتنتج السيارات، فأنا كده حسبت العنصر الإنتاجي مرتين. فأنا هنا ظهر مفهوم الناتج القومي ده عشان يتفادى خطأ الازدواج المحاسبي، اللي هي حاجة بنقول عليها القيمة المضافة، بنعرف الفرق بتاع القيمة المضافة. طيب طريقة الأنصبة الموزعة، الطريقة التانية ازاي؟ قال لي بحسب الدخل القومي من حيث توزيعه على عناصر الانتاج، عن طريق جمع دخول عناصر الانتاج المختلفة التي ساهمت في النشاط الانتاجي. يعني ايه؟ يعني بمعنى اصح زي ما انا شايف كده، الدخل القومي لما اجي احسبه بالطريقة دي، هحسب دخول العمل اللي هي الاجور والمرتبات والمكافآت، زائد دخول الملكية اللي هي الارباح او الفوائد او الريع. كده انا حسبت الدخل القومي بطريقة الأنصبة الموزعة. طبعا يتم استبعاد المدفوعات التحويلية والكسب والخسارة الرأسمالية لأنها لا ترتبط بالإسهام في الإنتاج. فدي كده الطريقة التانية، إن أنا بجمع عناصر الإنتاج، دخول العمل ودخول الملكية. طيب طريقة الإنفاق القومي، الطريقة دي تعتبر أسهل طريقة. قال لك احنا المرة دي هنحسب مجموع ما انفق على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية معينة، غالبا ما تكون سنة. طيب طريقة الانفاق القومي، قلنا هنحسب مجموع ما انفق، وده التعريف سهل خالص. لما يجي يقول لي يعني ايه الانفاق القومي، هتقول لي مجموع ما انفق. طيب انفق عليه على استهلاك واستثمار خلال فترة زمنية معينة، غالبا سنة. طب ايه هو الاستهلاك وايه هو الاستثمار؟ قال الاستهلاك هو الانفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات، وده نوعين: استهلاك عام أو استهلاك خاص، يعني أنا بصرف عشان أشبع احتياجاتي. طيب الاستهلاك نوعين، يا إما استهلاك عام، يا إما بنفق هنا عشان أشبع حاجات عامة واجتماعية، يا إما استهلاك خاص أنا بصرف عشان أشبع حاجات فردية. طيب الاستثمار ده هو إيه؟
ان انا هصرف المرة دي الانفاق، بس المرة دي من اجل الاضافة الى ثروة البلد الانتاجية في الفترات القادمة. انا صرفت المرة دي عشان ازود لثروة البلد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا مشارك في المشروع الفلاني، المشروع ده فيه 10 ماكينات شغالين بينتجوا مثلا ايه ملابس. طيب ال10 ماكينات دولت ازود عليهم كمان مكانتين، فانا صرفت اهوت عشان ازود ثروة البلد الانتاجية في الفترات القادمة. بستثمر الفلوس، جبت المكانتين دولت رقم والمكانتين دولت هيشتغلوا وطبعا هيجيبوا لي ارباح فيما بعد. طيب يعني ايه الادخار؟ الادخار هو عملية سلبية بتمثل الجزء الذي لم ينفق من الدخل القومي. طب في الطريقة دي هحسب الادخار ازاي؟ قال لي الطريقة دي هتجيب الدخل القومي الاجمالي كله بتاع كل الدخول اللي جات من الناس وتنقصها من الاستهلاك، وساعتها هيطلع لك الناس محوشة قد ايه او مدخرة قد ايه. فانا بحسب الادخار الدخل القومي ناقص الاستهلاك. الدخل القومي الاجمالي كام؟ وليكن 100. استهلكنا كام؟ استهلكنا 80، يبقى الادخار 20. طيب ملحوظة طبعا، قال لي لا يمكن للمجتمع ان يستخدم كامل قدرته الانتاجية المتاحة لانتاج سلع وخدمات استهلاكية، لازم هيخصص جزء لإضافة رأس المال الثابت لإضافة للمخزون السلعي ورأس المال المتداول اللي هو بيستخدم أكتر من مرة بهدف إنتاج السلع والخدمات في المجتمع. يعني ما ينفعش المجتمع يستخدم كل قدرته الإنتاجية إن هو يقعد يعمل في سلع استهلاكية، لا، المفروض بيخصص جزء يضيف بيه لرأس المال الثابت، يعني يزود عدد الآلات والماكينات اللي عنده، يزود المخزون السلعي، ويزود رأس المال المتداول الخامات اللي بتدخل في الصناعة دي بهدف إنتاج السلع والخدمات في المجتمع. طيب آخر حاجة معانا في الفصل مفهوم متوسط الدخل. مفهوم متوسط الدخل هو كل ما حصل عليه الفرد في الدولة من دخل في المتوسط خلال عام، يعني كل واحد هيجيله فلوس قد إيه، ده اسمه متوسط الدخل. طيب بيتحسب ازاي؟ بيتحسب متوسط الدخل الفرد الدخل القومي للدولة في عام على عدد السكان في نفس العام. يعني اجيب الدخل القومي بتاع الدولة كلها في سنة وليكن مثلا 2012 على عدد السكان في نفس السنة اللي هي 2012، يطلع لي متوسط الدخل ايه للفرد. كده الحمد لله بفضل الله نكون خلصنا اول 3 فصول في الاقتصاد. اتمنى تكونوا استفدتوا، ياريت تشاركونا برأيكم في التعليقات تحت، بنبسط جدا لما بشوف تعليقاتكم. هحط الملخص بتاع ال3 فصول في كومنت عندكم تحت الفيديو ان شاء الله، يعني هتبقوا فاتحين الملخص وبتراجعوا معايا من على الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا، ربنا يوفقكم ان شاء الله في حياتكم. اهم حاجه يا جماعه نركز الفتره دي مهمه جدا، هي اللي هتحدد مصيرنا. الناس اللي ما اشتغلتش يا ريت تشتغل بجد، الناس اللي مستهتره تبدا تتك على نفسها كده وتشتغل. عايزين نرفع راس اهالينا وان شاء الله تقود المجتمع لكل خير، ووفقكم الله الى ما يحب ويرضاه. كان معكم محمد البابلي، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.